ايش تقول؟ ايوه، ليش كانوا يسمون بالجاهليه؟ كانوا يسمون في الجاهليه عاشوراء، قيل ان قريش قريش اذنب الذنب، وقيل انه من بقايا دين ابراهيم، مع ان قريش كانت وثنيه وابراهيم على الحنفيه، لكنه يوم عظيم وقيل ان قريش اذنبت ف يعني صامت، والنبي صلى الله عليه وسلم صام معهم حتى هاجر، لما هاجر الى المدينه وفرض الصيام. متى فرض الصيام تدري؟ فرض الصيام من السنه الثانيه. الى كم؟ الى السنه 11. يعني كم صام النبي صلى الله عليه وسلم المطلق؟ 9 سنوات. 9 سنوات صام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، صيام عاشوراء لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر من مكه الى المدينه في السنه الثانيه، نفس السنه اللي فرض فيها الصيام، في اوله في شهر محرم واحد فرض الصيام اللي هو عاشوراء، صار عاشوراء صيام وفرض. حتى النبي أرسل واحد من الصحابة قال أذن في الناس أنه من لم يأكل فليصم، ومن وإذا في أحد كلا فليمسك وليصم. صار صيام عاشوراء اللي كان الجاهلية تصومه يعني تقرب بين الله، أصبح في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض. حتى يعني هو بدأ شهر واحد محرم فرض، اليوم جاء شهر 9 نسخ، صار صيام رمضان فرض، وصار عاشوراء سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف اليهود يصومون قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قال ذلك يوم نجى الله فيه موسى، وقال موسى وقومه، قال حنا أولى منكم بموسى وقومه، فأمر الصحابة أن يصومونه لأن رمضان فرض، وصار هذا يعني من السنن. لكنه الكلام أنه ليش قال لئن عشت إلى قابل؟ أيوة، شلون قال لئن عشت إلى قابل لنصوموا 9 والعاشر؟ أيه، قال لئن عشت إلى قابل، لأنه في آخر سنة قبل يتوفي فكر أنه يبي يخالف اليهود، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، لكنه ما عاش إلى قابل. عرف شجر صيام عاشوراء صيامه؟ شنو؟ شفت التاجر يعرف المكسب والخسارة. أيه، صوم يوم واحد يكفر السنة اللي مضت كلها، يعني 11 شهر لا مو سنة قدام، هذاك عرفة. أيه، هذا عاشوراء سنة وراء، يعني 11 شهر يوم سحن. زين، خلني أسألك، أنت تعرف شنو الحين الصوم حلو صح؟ والله يحبه، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم لي، في الحديث القدسي الله يقول الصوم لي وأنا أجزبه. طيب، الصوم اللي يحبه الله في أيام من هي عنها الصوم؟ تعرف شنو هي؟ العيدين من هي، وبعد شنو هو؟ ويوم الجمعة. إيه، يوم الجمعة إنك ما تفرده، ويوم السبت ما تفرده. طيب، صيام عاشوراء الحين الناس تصوم على 3 صور، يصوم 9 والعاشر، وفي ناس يصوم 9 والعاشر و11، وفي ناس يصوم 10 و11، وفي ناس لا يصوم 10 بالحاله، كلهن زينات وكل وان شاء الله انه مقبول. لكن الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عشت الى قابل لا صومن 9 والعاشر، فافضلهن انك تصوم 9 والعاشر. صح يا مطلق؟ صح. والله ما تدري يا مطلق، تدري ولا ما تدري؟ تدري ولا ما تدري؟